ما عقاب التي لا تلبس خمارا؟ عقابها أنها تركت ما أوجب الله عليها، فهي تركت واجبا، ومن ترك واجبا فإنه يعاقب، لأن الواجب عرفه العلماء بما يعاقب على تركه ويثاب على فعله، وترك الحجاب معصية، والمعصية يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها. والالتزام بالخمار، ستر الرأس والوجه والكفين والمفاتن، هذا أمر واجب على المسلمة لأنها عورة، ويجب عليها أن تحتشم وأن تحتجب عن الرجال، لأن في ذلك صيانة لها وحماية لها وأمانا لها من الفتنة والافتتان بها، هذا دعو المسلمة. أما التي تترك الحجاب وتزيح الخمار، هذه آثمة عاصية وسافرة يخاف عليها من العقوبة ومن لعنة الله، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مؤمنات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وأيضا رجال معهم سياط كعناب البقر يضربون بها الناس. هذا دليل على أن تساهل المرأة بالحجاب، وأن أنها إذا لم تلبس اللباس الساتر أنها تكون من أهل النار، وهذا وعيد شديد والعياذ بالله، بل جاء في بعض الألفاظ لعنها، وقال: لعنهن فإنهن ملعونات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.